بسم الله، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله نكمل مع بعض المحاضره بتاعه الداتا اناليسيس الجوريزم. خلصنا الفيديو اللي فات الكلاسيفيكيشن اناليسيس، خدنا فيه النايف بيس، خدنا الديسيشن تري، شفنا ازاي بنحل المساله بتاعه الديسيشن تري، شفنا كل الكلام ده. الفيديو ده ان شاء الله هيكون اخر فيديو في المحاضره، هنتكلم على كلاسترنج اناليسيس وهنتكلم على الديب ليرنينج بشكل مش ان شاء الله مش هيطول. الكلاسترنج اناليسيس هي دي الحاجه بقى الان سوبرفايزد ماشين ليرنينج في الكلاسيفيكيشن والريجريشن. انا كانت سوبرفايزد، انا الريجريشن كنت بديله اندبندنت داتا بيحسب منها الديبندنت داتا، فهو يعتبر الديبندنت داتا دي ليبلد بالاندبندنت داتا اللي داخله له اللي هي الاكس او الواي. اما الكلاسيفيكيشن انا بدخل له شويه معلومات، بقول له المعلومات دي المفروض تطلع كذا، فيعتبر برضو الكذا ده لو الاوتبوت دوت هو ليبلد بالمعلومات اللي داخله له. حلو كده، حلو كده. فبرضو الاثنين دول كانوا سوبرفايزد ماشين ليرنينج تكنيك. اما الكلاسترنج هو ان سوبرفايزد، احنا طبعا ده قلناه في اول فيديو خالص، ان سوبرفايزد ماشين ليرنينج هو مش بيعتمد على ليبلد داتا، الداتا بتاعته هي جروبس اوف ان ليبلد داتا سيتس. طب التقسيمه دي بتتقسم على اساس ايه؟ على اساس الداتا اللي داخله، يعني مثلا بندخل له مثلا مش عارف ايه، جوافه ولا كمثرى، اي جوافه مثلا وتفاح وفراوله. دخل والله قسم الشكل بتاع الفراوله لقى مختلف عن التفاح فقسمهم هما الاثنين. ممكن في مره تانية يحسب ان التفاح هو هو الفراوله عشان هما الاثنين لونهم احمر مثلا، فهو هيشوف اكبر اكتر فيتشرز بتكلاسيفاي او بتكلاستر الحاجات دي عن بعض، بتقسم الحاجات دي عن بعض. فمثلا لقى ان الفراوله مختلف عن التفاح عشان مثلا جاب معلومات كتير قوي من الفراوله، فعرف ان في معلومات عن الفراوله مشتركه ببعض مش موجوده في التفاح. او لو كان مثلا عمل تريننج صغير مثلا، فكان لقى ان المعلومات بتاعت الفراوله اللي هي لونها احمر ورغم المعلومات اللي هي بتاعت التفاح اللي لونها احمر، فكان طلعهم في اوتبوت معين او في كلاستر معين والاصفر دوت لوحده. فهو على اساس التريننج بتاعك وعلى اساس الداتا بتاعتك هو بيكلاستر الداتا او الداتا سيت بتاعتك. مفيش اي ليبل، ما قالكش دي تفاح ولا دي لونها احمر، ما قالكش اي حاجه، هو بيكلاستر على اساس الفيتشرز اللي بيلاقيها في الداتا سيت بتاعته. ماشي، ليه كذا نوع احنا هنتكلم على او هنتكلم بالتفصيل عن او هناخد مثال على البارتيشننج كلاسترنج او الكيميز. عندك الكيميز دوت عباره عن ايه؟ او اسمه سندرويد بيست ميثود. ده بيجيب لك شويه داتا سيتس ويقسمهم لك، والله ان الداتا سيت مثلا عباره عن المجموعه دي، فيجيب لك ليهم سندرويد معين، ان المعلومات دي كلها مرتبطه بالسندرويد ده، فجاب لك ان ده كلاستر لوحده. ونفس الكلام عمل هنا، جاب لك كلاستر لوحده، ده كلاستر لوحده، ده كلاستر لوحده. عرفت ان هم اربعه كلاستر، انا بعرف له في التريننج بتاعي ان هم انت عامل اربعه كلاستر بس، فهو هيعمل الاربعه كلاستر بس ويقسم لك الكلام دوت على اساس الاربعه كلاستر بتوعه. عندك النوع اللي هو الدنسيتي بيز، هو ده ملوش اي علاقه بالبيانات اللي عنده، هو بيشوف الكثافه عنده فين او الهايلي دينس ارياز عنده للكلاستر، الكلاستر عنده. فجال لك مثلا كل دول مثلا بيانات عنده مثلا دنسيتي في الحته دي، فقسم لك الحاجات دي مثلا في شيب معين، الشيب ديستريبيوشن as formed as long as the next region can be connected، يعني ان ال region ده ينفع تكونكت ببعض فيعملهم لك region مع بعض. نفس الكلام هنا، ال distribution ده ينفع يكونكت مع بعض فيعمل لك region مع بعض، فعاملك دوت cluster ودوت cluster تاني، ده نوع تاني من clustering. النوع التالت اللي هو distribution model based clustering، ده بيقسم لك ال cluster تمام، بيقول لك كمان ال probability بتاعت ال attribute ده او ال data دي ان هي تكون ضمن ال cluster ده. يعني بص، model based cluster مش عارف ايه، the data is divided based on the probability of how a data set belongs to a particular distribution. يعني مثلا انا عارف النقطه الحمراء دي هي مثلا كلاستر للدائره الحمراء دي، بس النقطه دي مثلا البروبابيلتي بتاعتها ان هي تبقى ضمن الكلاستر ده اقل من النقطه مثلا دي، او مثلا نفس الكلام النقطه دي مثلا هي دي بره خالص، النقطه دي مثلا البروبابيلتي بتاعتها اقل من ان هي تكون ضمن الكلاستر من النقطه دي، وهكذا. فهنا the grouping is done by assuming some distribution distribution commonly Gaussian distribution، بيحسب بيستخدم function معينة أو بيستخدم تكنيك معين اسمه Gaussian distribution، ده بيحسب على أساسه إن ال data point دي هي ضمن الكلاستر ده، بس ال probability بتاعتها ضمن الكلاستر ده قد إيه؟ هو how a data set belongs to a particular distribution. أنا عرفت خلاص إن ده distribution ده، بس بتتقسم على أساس ال probability بتاعته، probability بتاعتها في ال distribution ده. تمام، ماشي. الهيراركال كلاسترنج ده بيقول لك ايه؟ انا هقسم لك شويه معلومات هنا، بس الاوبزرفيشنز بتاعتك او ال اي نمبر اوف كلاستر بتسلكتد امتى؟ انت هتقسمهم امتى؟ او انت هتبص عليها بانهي نظره؟ كان بي سلكتد باي كاتنج ذا تري ات ذا كوركت ليفل.
يعني ايه، انا مثلا عندي المنظر ده، انا خلاص قسمت الداتا كلها. الكلاسترنج عندي بيحصل ازاي؟ لما بقطع التري بتاعتي في ليفل معين، يعني مثلا انا هنا انا عايز ان كل المعلومات دي، انا عايز كل المعلومات دي كده تبقى تبع بعض، فهاجي ان هي الحاجه اللي بتجمعها البرانش اللي بيجمع كله اللي هو ده واقطع عنه، فاقول والله ان كل اللي تحت البرانش ده هو كده هو كلاستر لوحده. هاجي هنا مثلا عايز دول يبقوا مع بعض ودول يبقوا مع بعض، هاجي هنا اقطع واقول ان كل اللي تحت البرانش ده مع بعض وكل اللي تحت البرانش دوت مع بعض. كنت ممكن اقسمها حاجه تانية، ان اقول مثلا ان كل برانش، كل تحت البرانش دوت مع بعض، فساعتها هقول ايه، هقول ان كل البنات دي مع بعض في كلاستر وكل البنات دي مع بعض في كلاستر، بس هنا انا عايز كل ده مع بعض في كلاستر فقطعت في الليفل ده، اما هنا عايز دول لوحدهم ودول لوحدهم فقطعت في الليفل ده، ده لوحده كلاستر وده لوحده كلاستر. الفازي كلاسترنج هو بيقول لك والله انا هكلاسيفاي عادي في كلاستر، بس الداتا بتاعتي، الداتا اوبجكت بتاعتي may belong to more than one group of or cluster. انا ممكن الداتا بتاعتي هنا كده بتبقى ضمن الكلاستر ده، في نفس الوقت بتبقى ضمن الكلاستر ده. ده بيتحدد على اساس ايه؟ each data set has a set of membership coefficients، بتحدد على اساسها which depend on the degree of membership to be in a cluster. يعني كل الداتا سيت بتاعتي هي عندها كوفيشنتس معينه اللي بتتحدد على اساسه التجري او درجه انضمام او درجه الممبر شيب بتاعت الداتا بوينت دي مع انهي كلاستر فيهم. يعني مثلا انا عندي مثلا البوينت دي مثلا درجته مع ان هو يبقى ضمن الكلاستر اللي هو الاخضر دوت مختلف عن درجته ان هي تبقى ضمن الكلاستر ده، بس الاثنين ضمن الكلاستر ده ضمن الاثنين كلاستر، بس ممكن اقول مثلا ايه بتجريس مختلف. ماشي ماشي. الكي مينز اللي احنا قلناها في الاول خالص اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي تبع البارتيشننج كلاسترنج اللي هو ده هنتكلم بالتفصيل، ده الجوريزم معين يعني من ضمن التكنيك ده. الكي مينز كلاسترنج جروبز ان انليبل، انليبل ده عشان هي ان سوبرفايزد ده سيت انتو ديفرنت كلاستر، بحدد فيها الكي، الكي ده بيديفاين النمبر البري ديفاين كلاستر. انا عايز اقسم الداتا بتاعتي لكام كلاستر، لخمسه سته 10 100 اللي انت عايزه، هو هيروح يقسم لك الداتا بتاعته على اساس الكلاستر اللي انت حددتها. تمام. التكست مش عارف الانليبل ده سيت از انبوت ديفايدز انتو كي كلاستر، بعد كده بيريبيت، هنشوف دلوقتي الالجوريزم بالتفصيل. يعني اول حاجه بيبيك الكي فاليو وليكن مثلا خمسه، تمام كده خمسه، يبقى انت دخلت له انت عايز خمسه كلاستر. بيك راندوم كي بوينتس از انيشال كلاسترز سندرز كولد سندرويدز، فمثلا حطيت مثلا بوينت هنا كده وبوينت خليها مثلا ايه بالاحمر، حطيت مثلا بوينت كده وبوينت كده وبوينت كده ودي اربعه ودي خمسه، ماشي كده ماشي. يبقى دي اول خطوه انا هنا، يبقى دي اول خطوه ان انا ابيك كي فاليو، بعد كده هبيك راندوم كي بوينتس، كي بوينتس اللي هم الخمسه بوينتس دول كده از انيشال كلاستر سندرز كولد سندرويدز. لكل افري بوينت في الداتا سيت عندك، لكل every point في الداتا سيت عندك بيحسب ال nearest سندرويد، وليكن مثلا عندك مثلا بوينت هنا، البوينت هنا هيحسب اقرب سندرويد ليها اللي هو هيكون ده، فدي هتكون تبع دي. مثلا البوينت دي هتكون دي اقرب لدي، عندك مثلا البوينت دي هتكون قريبه لدي، عندك مثلا البوينت دي البوينت دي، وهكذا بقى لكل الداتا بوينتس عندك هتحسب اقرب تعال نرسم شويه كمان اقرب سندرويد ليها. حلو كده. فانت يعتبر بشكل مبدئي كده لقيت ان الخمسه دول كده تبع السندرويد ده، ودول مثلا كلاستر لوحده وده كلاستر لوحده وده كلاستر لوحده وده كلاستر لوحده، فيعتبر عندك خمسه كلاستر متقسمين او الداتا سيت بتاعتك متقسمه عليهم. حلو خلصت بوينت 3. assign لكل سندرويد عندك ال nearest point، assign to each سندرويد the nearest points to form an intermediate cluster. خلاص احنا عملنا تمام، احنا نفس الخطوه يعني يعتبر. بعد كده find السندرويد بتاعت each intermediate cluster، عندك الكلاستر ده احسب السندرويد بتاعه الجديد اللي هو ده وده البوينتس دي كده، احسب السندرويدز بتاعتها، وليكن مثلا السندرويد الجديد بتاعتك هي عباره عن مثلا اللون ده كده اللي هو هيكون ده، فده سندرويد جديد وده مثلا هيكون ده، وده مثلا انا عندك بوينت هنا مثلا وليكن مثلا ده السندرويد الجديد، ده مثلا يكون هنا مثلا وده مثلا يكون هنا، فدي كده سندرويدز جديد. هيعمل ايه بيها؟ هيريبيت الستيب بتاعت 3 و4 و5، هيحسب تاني البوينتس دي للسندرويد الجديد لحد ما يلاقي ان السندرويد دي يعتبر ما اتغيرتش، يعني مثلا دي كده لقيتهم في نفس المكان، دي مثلا لقيتهم في نفس المكان، دي في نفس المكان، ده في نفس المكان، ده في نفس المكان. هتقعد تغير في السندرويد، ممكن مثلا تغير السندرويد بتاع ده يجي مثلا هنا، فهتلاقي ان دي الداتا بوينت بدل ما كانت في الكلاستر ده بقت مع الكلاستر ده،
فدي الفكره بتاعت ان هو بيريبيت كذا مره. ماشي ماشي، انا افتكرت بالتفصيل برضو بعد كده. كالكوليت ال WCSS هنشوفها دلوقتي. ال WSS هي ال Within Cluster Sum of Squares، هو بيحسب ال Sum of Square، ده يعني attribute معين في ال algorithm بتاعنا. هو بيحسب ال Sum لكل ال Square Distance بتاعت ال Points عندك لل Centroids عندك. يعني مثلا بيحسب ال Sum أو ال Squares بتاعت، أنا هنا بيحسب مثلا المسافة دي والمسافة دي والمسافة دي والمسافة دي والمسافة دي ويجمعهم مع بعض، ونفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا، هيحسبهم كلهم ويصم على قيم معينة. البيست فاليو للكي لما لا يحصل، يعني لما الصم فاليو دي تقل قوي، تقل مثلا توصل لحد هنا، فهو بيحسب الكي احسن كي او احسن عدد كلاسترز ممكن تقسم بيها الداتا بتاعتك لما يكون عندك الشارب بيتني او الكيرف عندك بيتني بالمنظر اللي هو بيسموه في بتاعت الجراف كده، اللي هو الكوع بتاعك، اللي هو الكوع ده كده بتاع الجراف ده وكده، هو ده احسن كي عندك اللي هو 3. فانت عندك الداتا بتاعتك انت ممكن تقسمها 7، ممكن تقسمها 8، ممكن تقسمها 10، ممكن تقسمها اللي انت عايزه، بس الكلاسترز عندك الاوبتيمال نمبر اوف كلاسترز هي عند التانية دي اللي هي التالتة دي. لو عملتها مثلا عند الكلاستر واحد بس فكله هيجي عند بعض، فالمسافات هتبقى بعيده. تخيل لما كل الداتا بوينتس الزرقاء دي تبقى مثلا في كلاستر واحد بس هنا، فالمسافه دي كبيره، المسافه دي كبيره، فهيكون المسافات كلها كبيره. اما مثلا كلاستر مثلا يبقى يكون مثلا 5 هنا كده، فالمسافات دي صغيره، المسافات دي صغيره، وهكذا. تعال نشوف المثال بتاعها هو الكيمي. انا مفتحهمش ليه قبل ما ابدا الفيديو، انا مش عارف. يلا ما عليك. تعال نكبر كده، هنimport نفس اللايبرز اللي ملناش غيرها، هنimport هنا داتا مختلفة تقريبا، المود كاستمرز دي مختلفة. ماشي، هشوف بس شكلها عشان انا مش فاكر شكلها الصراحة. استنى اشوف شكلها عشان اكمل شرح. يعني اللي هنا بالمنظر ده انا بشوف بعمل بينها بحسب منها الكي. انا هنا هقول لك بالظبط بحسب الكي ازاي. ماشي، دي الداتا بتاعتك، هي باخد الداتا والاربعه اللي هو الايدج عندي وال 0 1 2، لا باخد دول اكس بتاعتي اللي هو الانوال انكم والسبندنج سكور، باخدهم في الاكس بتاعتي. وبعد كده عايز اكلستر الكلام دوت كده ليه شويه كلاسترز. قبل ما اعمل كلاسترنج عايز اشوف احسن كي او احسن عدد كلاستر ممكن اعمله. فمن الكلاس اللي اسمه كي مينز هانيشاليز هنا كده ليست عادي عشان احط فيها القيم بتاعتي، هجيب منه الكي مينز. يعني كاني بفت، كاني بعمل موديل عادي، بس هنا بفور لوب من 1 ل 11، يبقى هرنج من اول 1 لحد 10، هجيب منها الكي بتاعتي او هجيب منها النمبر كلاستر بتاعتي واحسب منها السم اوف سكويرز ديستانس، بحيث ان انا اشوف الكيرف بتاعي. فانا هنا عملت ايه؟ حسبت ان الكلاستر بتاعتي مره بواحد، مره باثنين، مره بثلاثه، مره باربعه، مره بخمسه، وهكذا. وفي كل مره الانت مش عارف ايه، راندوم ستيك كذا بالانت مش عارف ايه، وهنا هفيد كذا. بعد كده هحسب ال WSS list دي، هابند منها ال key means inertia، هابند ليها المسافات دي، وبعدها بقى هرسمها. فيظهر لك ال elbow function دي او ال elbow shape ده اللي هو بيبقى فيه تانية كده. فانت هتلاقي ان احسن تانية عندك هتلاقي مثلا التانية دي. فبعد كده هتستخدم الكلاستر اللي هو 5، تمام، number of cluster عندك 5. فانت هنا هتعرف بس بعد كده الداتا بتاعتك دي هتقسمها كام كلاستر. خلصت كده؟ تعالى بقى هنا هتعمل ايه؟ نفس الفكره، هتعمل الكي مينز عندك، هتعمل بقى فيتنج تاني بس بالكلاستر عندك 5، خلاص انت حددته 5، وهتواي بروتكت عادي في الكلاستر عندك. انا عملت ران صح، ايزي. وهتيجي هنا ترسمهم كي مينز از نوت ديفايند. تقريبا انا ما عملتش ران ده، ما عملتش ران ده اصلا. ماشي، ما كنتش عملت امبورت الفانكشن دي الميثود الكلاس ده. ماشي، معنى هو لما يخلص يعني هيفيت هنا، هيطلع لي الموديل بتاعي، وبعدها هنا بس يرن بعدها. وبعدها هرسم الكلام ده. وده برضو انا شلت الرسمه، ثانيه اوقف الفيديو. ماشي، هو كان في ايرور في جوبيتر، فانا يعني فكست له ده عشان مش عايز اصلح الايرور يعني في وسط الفيديو. فرحنا الكولاب حبيبنا تاني، يعني بيدينا الريسورسز بتاعته والرامات بتاعته والديسك بتاعه، كل حاجة بيدلعنا يعني. هعمل نفس الخطوات، هدود الداتا بتاعتي، وهعمل دي الداتا بتاعتي. بعد كده هرسم الجراف عندي. الجراف عندي زي ما قلت لكم اهوت، هيبقى نفس الرسمة كده. عند الخمسة هيكون عنده التانية بتاعة الجراف، فساعتها هعرف الكلاستر عندي انا عايز اقسم 5 كلاسترز حلوين.
بعد كده بقى هعمل فعلا انستنس من الكي مين كلاس و او اوبجكت يعني. بعد كده هعمل له فيت للاكس بتاعتي اللي هو الاكس ترين عندي ده، اصلا ما عنديش تيست، ده ان سوبرفايزد ان ليبل، مفيش عندي اصلا واي او اوتبوت. انا عايز الانبوتس عندي اللي هم عباره عن التو كولمز دول عايز اعملهم كلاستر. تمام كده، تمام. وبعد كده هرسم الكلاسترز عندي، هلاقي مثلا ان النقط الحمراء هنا متجمعه عند السندرويد ده، النقط الخضراء متجمعه عند السندرويد ده، وهكذا. ماشي، ده بيتعمل ازاي بالظبط بقى؟ تعال نشوف كده المساله بتاعتنا. بيقول لك clusters the following 8 points using key means algorithms with key equal to let. اول حاجه انت هتقولنا ايه، قلنا هتلت اي راندوم سندرويدز. احنا قلنا مثلا هلت مثلا السي 1 ب 2.10 اللي هي مثلا دي، والسي 2 مثلا ب 8 و4 اللي هي مثلا بدي، والسي 3 مثلا اللي هو السندرويد التالت بتاعنا اللي هو الكي بتاعتنا كلاستر التالت بتاعنا و1 و2 اللي هو ده. حلو كده، هجيبهم وبعد كده هشوف البوينتس عندي كلها الديستنس بتاعها للسي 1 بكام بالقيم دي، او الديستنس بتاع او البوينتس عندي كلها الديستنس بتاعها بالسي 2 بكام بالقيم دي، الديستنس بتاعها بالسي 3 بالقيم دي. حلو كده، حلو كده. احسب بقى الاقرب لكل كلاستر فيهم. هتلاقي مثلا هنا مثلا البوينت دي قريبه للزيرو عند ده، وده البوينت دي قريبه لده عند ده، وده البوينت دي قريبه لده عند ده، وده وهكذا، البوينت دي قريبه لده عند ده، وده وكده لحد ما تقسم مثلا ان البوينتس عندك اللي هو الاي 1 والاي 4 والاي 8 دول كلاستر لوحدهم، والاي 2 والاي 7 ده كلاستر لوحدهم، والاي 3 والاي 5 والاي 6 كلاستر لوحدهم حوالين السندرويد ده. وبعد كده هتأتريت تاني بايه؟ ان كلاستر واحد خلاص بده وبده وبده، تروح تحسب السندرويد بتاعه اللي هو السندرويد ما بين الاتنين 10 والخمسة 8 والاربعة 9، هيطلع لك السندرويد بالقيمة دي. نفس الكلام في الكلاستر التاني اللي هو ال A 3 وال A 5 وال A 6، ال A 3 وال A 5 وال A 6 اللي هما هتحسب هتحسب السندرويد بتاع ال 8 5 مع ال 7 5 مع ال 6 4، هيطلع لك مثلا السندرويد ده، هيطلع لك ال A 2 وال A 7 اللي هو هتحسب السندرويد ده مع ده اللي هو 2 1 3 على 2 فيها 1 ونص عادي سندرويد عادي، 5 و2 7 على 2 فيها 3 ونص سندرويد، بتجمع وتقسم على عددهم عادي يعني، هيطلع لك مثلا بالقيمه دي. فالسندرويد دي انت هتحسبها، دي هتستخدمها جديد اللي هو ده وده وده، هتحسب برضو المسافه بتاعت كل النقط للسندرويدز الجديده دي زي ما شرحنا في السلايد. هتحسب برضو ده هيبقى اقرب من ده وده، ده اقرب لده عن ده وده، وهكذا بقى. هتلاقي ان عندك نفس الكلاستر عندك ما تغيرش، ان ده مع بعض ودول مع بعض ودول مع بعض، فساعتها ما دام نفس الكلاستر فساعتها البريفيوس اتريشن زي البريفيوس اتريشن، فساعتها مش هتحتاج تعمل كلاسترنج تاني، عشان كل ما هتعمل كلاسترنج تاني خلاص هم نفس الكلاستر نفس السندرويد، فالسندرويدز كلها هتبقى ثابته، فساعتها مش هتحتاج تعمل كلاسترنج تاني، فساعتها وصلت للكلاستر الاساسي اللي المفروض تكمل بيه. تمام كده خلصنا كلاسترنج اناليسيس. تعال نخش على الديب ليرنينج. النيورال نتوركس او الديب ليرنينج عندنا هي عباره عن 3 حاجات اساسيه. اول حاجه انبوت لاير، الهيدن لايرز والاوتبوت لايرز، دي الحاجات الاساسيه اللي بتكون لي النيورال نتوركس بتاعتي. تعال نشوف برضو النيورال نتوركس عندنا عباره ايه. هي كلمه نيورال اصلا هي اللي جايه من الخلايا العصبيه بتاعت المخ، هم انسبايرد باي الهيومن برين. عادي جدا انا عايز اعمل زي المخ، فانا مش بهزر، مش اللي هو مش بسرق منك مسمى او بسرق منك وظيفه، لا انا عارف انا عايز، انت جامد وعايز اقلدك، فانا هقلدك كده، انا هاخد الاسم بتاعك وهعمل بيه النتوركس بتاعي. ف النيورال العادي اللي موجود اصلا في مخ الانسان اللي هي عباره عن خلايا عصبيه بتاخد اشاره هنا وبتدي اشاره هنا بس كده، وبترجم الاشاره دي في المخ بفعل معين عشان بعد كده لما الاشاره دي تيجي الكلام ده. يعني مثلا انت هنا بتتعلم الخلايا العصبيه دي بتتعلم من صغرك، يعني مثلا وانت صغير لما كنت بتحط ايدك في الكهرباء وبتتكهرب، هي اتعلمت ازاي؟ انك لما تموت مش هتعمل كده تاني. ايه اللي انا بقوله ده؟ انك بتتعلم من اي حاجه، اي غلطات بتعملها انت بتتعلم منها. ده الليرز عندك متكونه من 3 حاجات اساسيين، قلنا انبوت لاير واحده وان اور مور هنا لايرز اللي قلناها في الاول برضو، واوتبوت لاير واحده بس، وكل نوت عندك عندها بتاخد ويت معين وبتاخد ثريش هولد معينه، دول على اساس انك هتعدي من النيورال نتورك النيورال نود دي ولا اللي هو النود دي هتعدي منها ولا، بالويت والثريش هولد بتاعتها هنقولها برضو بالتفصيل دلوقتي. اهي النود عندك بيبقى فيها
اكتيفيشن فانكشن. اكتيفيشن فانكشن دي بالويت بتاعتك، بالويت ده انبوتس مثلا، هتاخد شويه ويتس، الويتس دي مثلا هتخش على النود دي، فالنود دي هتطلعك اوتبوت معين. هتطلعك اوتبوت معين امتى؟ لما تعدي الثريش هولد بتاعت الاكتيفيشن فانكشن دي. تعال نشوف كده. اهي الاكتيفيشن فانكشن decides whether a neuron should be activated or not. هل النود دي انا عايز تشتغل ولا لا، النود دي مثلا عايز تشتغل ولا لا، او النود دي عايز تشتغل ولا لا. فالاكتيفيشن فانكشن هي اللي بتحدد. تمام. في بقى شويه انواع كتير للاكتيفيشن فانكشن، كلها عباره عن في ثريش هولد. عندي ثريش هولد كده، ده لو فوق الثريش هولد خلاص ده يعدي، مش تحت مش فوق الثريش هولد. فكلهم يعني بيعتمدوا على الكونسبت بتاع الثريش هولد بتاعي. ماشي. الباك بروباجيشن، انت يعني انت حرفيا كده بتتعلم ازاي؟ هو كده بالظبط، انك بتتعلم لما بتغلط. هو النيورال نتوركس هي بالظبط هتتعلم لما تغلط. فانت الحاجه الاساسيه والمين كونسبت بتاع الموضوع انك بعد ما تخلص اوتبوت تحسب الايرور، وبعد ما تغلط ترجع تتعلم من اول. والله انا انا الاوتبوت بتاعي مثلا لا ده مش هو الايرور الاوتبوت بتاعي، فانا الايرور عندي هرجع كده هروح مغير gradient of error is calculated with respect to each weight. انك كل ما الايرور يبقى مختلف او كل ما الايرور يكون مثلا بيتغير، انت بتغير على اساسه الويتس عندك، بحيث انك تخش النتورك عندك بقيم مختلفه، بحيث انك تغير بشكل الايرور. يعني تعال نشوف بالتفصيل هنا بقى، مش عايز اجي هنا غير لما اشرح، بس نيجي هنا على طول. ان الديورنج تريننج عندك بيحصل ايه؟ ان الارتفيشال نيورال نتوركس بتادجست ويتس وثريشولدز، حلو كده، لكل نودز عندها of its nodes in order to minimize the error. انت لسه ما بداتش، فانا اعتبر ان المينيمايز ايرور دوت مش موجود دلوقتي، هنشوفها كمان شويه. فانت عندك في الاخص ايه؟ ان النتورك عندك بتادجست شويه ويتس وشويه ثريشولدز. تستخدم التكنيكس بتاعت الباك بروباجيشن عشان تحسب الايرور فانكشن او تحسب الايرور عامه with respect to الويتس والثريشولدز. الجريديان مش عارف ايه كذا كذا بيرجع تاني، ماشي. كل الكلام دوت يعني بيتغير تاني علشان بتاع اهي هنا بيقول لك ساعه وانت بتستخدم الداتا سيت with known inputs and outputs. انت هنا بتستخدم inputs outputs عشان اصلا تعرف انت صح ولا ماشي، صح ولا ماشي غلط، عشان تليرن هاو تو ادجست اتس ويت وثريشولدز. ده معناه ايه؟ معناه ان الايرور بتاعك لما يباك بروباجيتد لورا، ساعتها الويتس عندك والثريشولدز عندك هتري اساين بقيم مختلفه، هتري اساين او هت ادجستد بقيم مختلفه عشان تمينيمايز الايرور. فانت اول مره مثلا انت ما تعرفش ايرور، انت اول مره ماشي عادي خالص، حسبت الايرور عندك طلع مثلا بقيمه مثلا وليكن مثلا 30% ايرور، هيرجع لك الايرور دوت لورا عشان يحسب بارامترز مختلفه، عشان يأساين حاجات مختلفه للويتس عندك والثريش هولدز عندك، عشان يخش النتورك عندك بالقيم المختلفه ويحسب ايرور تاني وليكن مثلا 20. والقيم دي اللي هي بتخش على الاكتيفيشن فانكشنز والكلام ده كله عشان ايه؟ تمينيمايز الايرور عندك. بعد كده بقى اول ما النيورال نتورك عندك خلاص ترينت وخلصت، it can be used to make prediction عن new unseen data. نفس الفكره بقى. تعال بقى ناخد مثال، ناخد كده شرح كده. انت عندك مثلا فيس هنا كده، ده فيس وده معروف اسمه ايه، دخلته على نيورال نتوركس هنا. النيورال نتورك دي مثلا عرفت لك ان الفيس ده مثلا اسمه علي، النيورال نتورك عرفت ان الفيس ده اسمه علي، وفيس تاني مثلا اسمه نسميه ايه، نسميه عايزين اسمه قصير كده احمد، حلو كده. ودخلت اوبوت وانت عرفت النيورال نتورك دي ان الفيس ده لما يخش المفروض يطلع احمد، المفروض يطلع علي، وان الفيس ده لما يخش المفروض يطلع احمد. فانت عرفته ده ترين داتا، انت عرفته الصوره دي المفروض تطلع علي واحمد ده المفروض يطلع ضمن الكلاس بتاع احمد. هيقعد يتعلم بقى لحد ما يوصل لفيتشرز معينه ان هو يقرب قوي ان عاي دوت لما يخش يطلع الفيتشرز القريبه لعلي، ان احمد دوت لما يخش يطلع الفيتشرز القريبه لاحمد. وبعد كده دي صور بيترين عليه، بعد كده يدخل له اي صوره لاحمد او لعلي، اي صوره تانية غير الصور دي، هو هيمشي بنفس الفيتشرز او البارامترز اللي هو جابها هنا كده في الهيدن لايرز، على اساس ان هو غير في الويتس وغير في الثريش هولدز وعمل باك بروباجيتد للبروباجيشن للايرورز والكلام ده كله، عنده بارامترز معينه هيحسب منها مثلا اي صوره لعلي المفروض يطلع علي، واي صوره لاحمد المفروض يطلع احمد. طبعا لو دخلته صوره مثلا لمحسن هو مش هيعرف، هو مش تريند عليه، هو هيتريند على علي واحمد بس، ده الفيس ريكوجنيشن يعني.
ماشي evaluate by comparing it accuracy of the output can be هنا مثلا انت مثلا دخلت له علي مثلا طلع علي، دخلت له احمد طلع احمد، دخلت له احمد مرة تانية طلع لك علي، فانت عارف ان هو علي مش احمد او احمد مش علي ايا كان، هو بي evaluate يعني ال accuracy بتاعته بان هو يكمبير ال output بتاع الموديل عندك بعد ما انت بتست يعني بال actual output اللي كانت موجودة عندك، زي بالظبط اللي كنا بنعمله في المرة اللي فاتت. كنا بنقسم y test و x test، كنا بنجيب الواي بريدكشن ونقارنها بالواي تيست. ماشي، عندك شويه لوس فانكشنز بتحسبها، دي انت دي بتحسبها وترجع تاني بتعمل باك بروباجيشن. عندك شويه تايبس او اركتكتشر للنيورال نتوركس. ماشي، عندك شويه طبعا ابلكيشنز كتير جدا بقى، سيستم كنترول، كلاسيفيكيشن، عندك ريجريشن، عندك ريكوجنيشن، عندك ديدكشن، عندك كل حاجه تبع النيورال نتوركس. ده مثلا مثال. عندك مثلا داتا سيت معينة هنا فيها المفروض دي 70,000 مش 6,000 يعني، المفروض 70,000 labeled image، كل image فيها هي عبارة عن شوية يا زيرو يا وان يا تسعة يا تلاتة يا تسعة لحد من زيرو لتسعة يعني، فيها hidden أو اللي هو مكتوب written أو hand written أو مش عارف اسمها ايه بالظبط، بس hand written تقريبا، اللي هو الحروف عن الأرقام عندك مكتوبة ب الإيد كده. انت عايز تكلاسيفاي او عايز تريجنايز الرقم اللي عندك قدامك قد ايه، فانت بالترين حلو كده، فانت عندك داتا سيت فيها 70,000 ايمج، ال 70,000 دول هو قسمهم 60,000 للتريننج و10,000 للتستنج، حلو قوي. وطبعا ليبلد ايمج انا لما ادخل له الصوره دي هعرفه ان ده تبع الكلاس 0، ولو دخلت له الصوره دي هعرفه ان دوت تبع الكلاس 2، والصوره دي تبع الكلاس 2 وهكذا. فالفيتشرز دي كلها المجتمع بتاعت 2 دي كلها يشوف منها اقرب حاجه يطلع له بقى، كل مره يطلع له اتنين، كل مره يطلع له اتنين، كل مره يطلع له اتنين وهكذا، ونفس الكلام في الباقي. ماشي، كل صوره عنده 28 في 28 بكسل. ماشي، النيورال نتورك متكونه من ايه؟ كونسيست اوف انبوت لاير حجمها 784، ليه؟ عشان 28 في 28 عباره عن 748 بكسل، فدي كل بكسلايه هتخش على نود معين، فانت هنا محتاج اهي هنا input layer of size 28 في 28 one input node for each pixel. نفس الكلام هنا ال output عندك عبارة عن 10، ليه؟ عشان انت عندك يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 9، فانت عندك 10 outputs، فانت عندك classes عندك من 0 ل 9، فعشان كده السايز بتاع ال output عندك ب 10. وعندك two hidden layers هو اختارهم ب 2 يعني، وعندك بقى التريننج بتاعت ال 60,000 صورة دول اللي هم بتوع التريننج هتترين عليهم كام مرة؟ لو هترين عليهم مره واحده بس دي اسمها اي بوك، اللي هي دي هي في هنا اتش ناقصه يعني، سنجل تريننج اتريشن كولد اي بوك، بس انت عشان تزود الاكيورسي عندك نيدز مالتيبل اتريشنز تو كومبليت ذا ليرنينج بروسيس، عشان تزود البروسيس عندك اللي هو في الاعاده ايه الاعاده بت الشطار او في مش فاكر اللي هو في الاعاده افاده التكرار بيعلم الشطار، اسف التكرار بيعدي من الشطار، انت عندك نفس الاتريشن دوت هتكررها كذا مره عشان توصل للليرنينج بروسيس بشكل كويس. تعالى ان انا كنت تنسر فلو، دي لايبرري عادي موجوده في بايثون تستخدمها عشان تكون بيها تكريت بيها نيورال نتوركس، وكمان بتتعامل معاها في بتعمل بيها فيت وكومبايل، ونشوف كل الكلام دوت برضو في الاكواد. هو بس كده، بس مش بس كده قوي، فتعال نشوف الكود بتاعنا. ده الكود بتاعنا بس سكرين شوتس يعني، مش كولاب او جوبيتر. انت هت امبورت هنا النمباي عادي عشان تتعامل مع الاريز، وهت امبورت هنا التنسور فلو اللي هو اللايبرري اللي احنا قلنا عليه هنا. هنا بقى ممكن تقعد بقى تعمل كل الكلام اللي احنا عملناه في نمباي او بانداس والكلام ده، بس عايز اللي هو انت مثلا ممكن تعمل هنا كونستنت 4 اللي هو كونستنت عادي، هنا عايز تعمل اري مثلا 5 في 5 او ماتريكس 5 في 5 القيم بتاعتها 4، ومش عايز اكتب ليه 5 في 5 القيم بتاعتها 4، او مثلا تعمل مثلا كونستنت ل 2 دي اري 1 2 3 7 3 1 دي اري، حاجات عاديه شبه الاريز عادي جدا. عايز تعمل مثلا وانس، عايز تعمل زيروز، عايز تعمل اللي هو الدياجونال ماتريكس كده، كل الكلام ده موجود في التنسور فلو. عايز تعمل راندوم نورمال 3 في 3، المين بتاعك ب0 والستاندرد ديفيشن عندك ب1، فطلع لك 3 في 3 ماتريكس كده، 3 في 3 المين بتاعها ب0 والستاندرد ديفيشن بتاعها ب1، او 3 في 3 بس المينيمم فاليو ب0 والماكسيمم فاليو ب100، فيجيب لك برده راندوم هنا يونيفورم من 0 ل 100.
بعد كده مثلا هنا الرينج 9 فهيطلعلك من 0 ل 8 عادي. الرينج بتاعك من 1 ل 10 هي برضو هيطلعلك من 1 ل 9 بس الدلتا ب 2 فهيطلعلك 1 3 5 7 9 اللي هو الستيب بتاعك ب 2 يعني. هنا مثلا عايز تعمل كونستانت عادي هنا بيكاست بيكاست التايب بتاع الاليمنتس اللي جوه 1 2 3 7 3 1 هيبقوا فلوت. فكل حاجه بس هيحط لك هنا بوينت على اساس ان هو هيعملك فلوت بعد كده. ماشي. ماتيماتيكال اوبريشن ممكن تعمل هنا كده عرفت تو تنسر فلو اوبجكت سواء اكس وواي. هنا عملت اد لو ممكن تعمل اوبجكت فانكشن اد او تعمل بلس هنا عادي. نفس الكلام في السبستراكت سبتراكت نفس الكلام في الديفايد نفس الكلام في المالتيبلاي. مالتيبلاي عادي بمالتيبلاي ما بين رقم لرقم 1 في 9 ب 9 2 في 8 ب 16 3 في 7 ب 21 اللي هم دول. هنا اكس وواي هنا تنسر دوت برودكت. الدوت برودكت بتاعتنا بتاعت الماتريسيس اللي هو بيجمع بيضرب لك ويجمع بيضرب ويجمع يضرب ويجمع ده الدوت برودكت عادي. او في حاجه بقى ممكن تستخدمها تانية اللي هو الريديوس سم بتضرب الاول بعد كده تجمع يعني نفس الفكره هتاخد نفس 46 و46 لو عملنا مثلا الضرب هو بعد كده تجمع 39 و16 46 فعلا فاي حاجه في الاثنين هيطلع نفس الناتج. ده الباور اكسبوننت اكس باور 5 اللي هو 1 باور 5 ب 1 2 باور 5 ب 32 7 باور 5 ب 43 اللي هو هو جاب ايه؟ جاب الاكس بار اللي هو دول 3 بار 3 بار 5. هنا بيعمل ايه؟ هنا بيعمل راندوم نورمال هنا اكس بعد كده واي بعد كده زد. عندك ماتريكس مالتيبليكيشن هنا 3 2 في 3 و3 في 4 فجايب لك ماتريكس مالتيبليكيشن 2 في 3 و3 في 4 2 في 3 3 في 4. هو هنا ما طبعش الاكس والواي هو طبع الزد على طول يعني. وطبعا عشان 2 في 3 هتتضرب في ماتريكس 3 في 4 فاكيد الناتج بتاعك 2 في 4 فعشان كده الناتج بتاعك هنا 2 في 4. ممكن تعمل برضو تستخدم الاوبريتور دوت كده اللي هو ات تعمل برضو ماتريكس مالتيبليكيشن. بعد كده نشوف بقى الاندكسنج نفس الاريج بالظبط عايز تجيب من اول لاخر هتستخدم ده. هنا دي واحد تقريبا فهيجيب لك من الاندكس رقم واحد لحد الاخر برضو. هنا من واحد تلاتة يعني هجيب لك واحد واتنين واحد واتنين بس اللي هما دول بس عشان احنا اتفقنا ده ما بيخشش معانا الاندكس ده ما بيخشش معانا من اول لاخر. بس الستيب بتاعتك اتنين يعني اربعة خمسة تسعة ستة تمانية اللي هما دول او تجيب كله بس بالعكس هتجيبهم تسعة تمانية سبعة تسعة تمانية سبعة او جذر دي او جذر دي بتجيب لك شوية حاجات او اندكس معينة من الاري ده تحطه لك في اري تاني او تحطه لك في تنسر فلو اوبجكت تاني. فانا مثلا بيقول لك مثلا هات الاكس دي هات منها 0 و3 اللي هو الاندكس 0 و3 فيجيب لك الاندكس 0 1 2 والاندكس 3 اللي هو 4 و3 فيجيب لك 4 و3. هنا 2 دي اري او 2 في 3 من 0 برضو هتجيب اول رو وتجيبهم كلهم اللي هو اول رو بعد كده هتجيب واحد اسف ده اول رو هو هنا اول هيبرنت الاكس كلها هو هيبرنت الاكس كلها هنا بعد كده هنا هيجيب اول رو ويجيب كل الكولومز اللي فيه اللي هو 0 هيجيب اول رو ويجيب كل الكولومز اللي فيه اللي هو 1 و2 دي اللي هم دول. بعد كده هيجيب كل الروز بس هيجيب اول كولوم بس فيهم اللي هو 1 و3 و5 اللي هو 1 و3 و5. هنا هيجيب من 0 ل 2 لكل هنا من 0 ل 2 في الرو اللي هو 0 و1 بس دول وهيجيب كل الكولوم اللي هو 1 2 3 4 اللي هم دول. الشيبنج عندك ممكن ترينج عندك من 0 ل 8 تمام ده الرينج عندك. بعد كده الريشيب 3 في 3 هتقسمهم 3 في 3 هتخلي التسعة دول كده هيخليهم في 3 في 3 اللي هم دول دي الاكس العادية. بعد كده هتبرنت الاكس تمام هتبرنت الاكس تاني فين هتبرنت الاكس هنا هتبرنت الاكس هنا بعد كده هنا بقى انت عايز تبرنت التي اللي هو الترانسبوز بتاع الاكس اللي هو الرو هيخليه كله اول رو هيبقى اول كله تاني رو هيبقى تاني كول تالت رو هيبقى تالت كول وهكذا. هنا البرميوتيشن دي بتبدل لك الاكس مع الواي بتبدل لك الدو دايمنشن فلو حطيت له واحد زيرو فهيبدل لك الواي مع الاكس. فانت هنا برضو نفس الكلام الاكس بتاعتك انت هنا بتغير في الاكس مش في التي انت التي بتاعتك هتحط فيها هتطبعها انت بتغير في الاكس الاساسي عندك اللي هو 3 في 3 عادي اللي هو 0 من 0 ل 9 الطبيعي اللي هو ده 1 اكس فهيبدلهم لك برضو هيبقوا 0 3 6 اللي هو نفس الترانسبوز تقريبا. اما لو 0 1 فهيحط لك بنفس الترتيب اللي هو الترتيب العادي دايمنشن اللي هو 0 من 0 ل 8 عادي. هنا بقى نستخدم شوية ماشين ليرنينج أو ديب ليرنينج أو نيورال نتوركس تنسر فلو الكيروس عشان تعمل بيها اللايرز. بعد كده دي الداتا سيت بتاعتك.
هنا هتجيب الداتا عندك، هي اصلا اساسا متقسمه لاربع حاجات عادي، اللي هو الاكس ترين والواي ترين والاكس تيست والواي تيست، هي متقسمه عادي. فانت اول ما تلود الداتا هيرجع لك اربعه فاريبلز او اربعه اوبجكتس كده، كل اوبجكت هيروح للاسم بتاعه عادي خالص. الشيب بتاعه هتلاقيه 60,000 الاكس ترين، عشان الاكس كلها هي عباره عن 70,000، 70,000 منها تريننج 60، والتستنج عند والتستنج عندك 10,000. هتلاقي عندك لو عملت هنا للاكس تيست عندك شيب هو 10,000، والشيب عندك 28 في 28، وعشان كده 784. هنا بيعمل ايه؟ هنا بيحول لك بس هنا كده الري شيب دوت سالب واحد، يعني بيفلات ال 28 28 ماتريكس، اللي هو ماتريكس اوف 28 في 28. انت عايز كل ده يبقى فيكتور واحد عشان يخش على النيورال نتوركس از فيكتور واحد، فعشان كده بيعمل فلاتن بسالب واحد. فسالب واحد هيطلع لك 28 في 28 دوت، هيعملهم لك 784 على اوبجكت واحد كده في فيكتور واحد. فعشان كده الشيب الجديد بتاع الاكس ترين، مش الاكس ترين تيم، الاكس ترين بقى الاساسي عندك هو 60,000 عادي صورة مع 784 فيكتور، تمام. ودي كده بيجيب لك بس كل بايت عندك هيقسمها ب 255 عشان يجيب لك الانتجرز عندك من 0 ل 1، كانها ممكن نقول سكيلينج، عايزين نسكيل البايتس عندك عندنا كلنا من 0 ل 1 بس. نفس الكلام عملوا في الاكس تيست، عملوا برده شيبنج كده وعمل فيكتور واحد بس. الموديل عندك هو هنا بيكرييت الموديل، بيكرييت الانبوت لاير، الشيب عنده 28 في 28 اللي هم 748 انبوت اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هم كل بيكسل هيروح على نود معينه. بعد كده عمل لك تو هيدن لاير 512، والنود بتاعتها 512 وهنا 256، واختار لك اكتيفيشن فانكشن معينه، واداك اسم للليبل دوت او لللاير دي. واخر حاجه خالص هي الاوتبوت لاير اللي هم 10، الاوتبوت 10 اللي هم من صفر عندي التسعة اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي هم الصور عندي انا هنا بقى بتست على الصور، اللي هو الداتا سيت بتاعت اللي هم 70,000 صوره اللي احنا شرحناهم في السلايدز. بعد كده تعمل سمر، هيطلع لك شويه سمر كده بيقول لك والله الفيرست ريل بالمنظر دوت شكلها كده، البارامترز عندها بالمنظر ده، ويجيب لك شويه معلومات عن كل لاير. الكومبايل دوت هي حاجه، فاكر انت لما تعمل الران تايم والكومبايل تايم، الران تايم انك تتست فعلا البرنامج او ترن البرنامج، الكومبايل هو المرحله اللي قبل الرننج، فدي يعتبر برضو مرحله قبل الرننج للموديل او قبل التريننج بتاع الموديل. انت هنا الموديل عندك خلاص انت كونته كريته، انت عايز تزود هنا بقى شويه فانكشنز او شويه حاجات للموديل عندك، عايز مثلا تزود لوس فانكشن معين، دي مثلا لوس فانكشن كانت موجوده في السلايدز، عايز تزود مثلا اوبتمايزر معين، الاوبتمايزر ده هو بيحدد انت هتوبتمايز ازاي الويتس عندك على اساس الايرور اللي هيجي لك، عايز الميتريكس عندك بعد كده تحسب بيه الاكيوريسي بس. فدي كده انت بتعرف وانت بتكومباين، انت هتعرف انك عايز تقيس الاكيورسي بتاعت، او مش الاكيورسي بس، انت عايز تقيس الايفالويشن بتاعت الموديل دوت بالمتريكس عامله ازاي، فهو نحدد لك الاكيورسي. هنا هيعمل فيت بقى بالاكس ترين والواي ترين، وعمل لك هنا الاي بوك بخمسه، يعني هيكرر لك التريننج 5 مرات، ادي 1 2 3 4 5، وهنا بياخد 20 ثانيه بس مثلا الافرج كده في الاي بوك الواحد. في مودلز بتاخد بالخمس ست ساعات وال 24 ساعه، وفي مودلز اكبر بكتير يعني. ماشي تعال نكمل كده، انت عملت فيت للمودل خلاص، عايز تيفالويت الموديل بقى بالاكس تيست والواي تيست، انت عايز تيست عليهم هل دوت شغال ولا لا، زي ما كنا بنعمل بالظبط في حوار انك اسمها ايه الكونفيوجن ماتريكس. هنا يطلع لك الاكيورسي بتاعتك ب 98% واللوسس بتاعتك ب 0.08. فدي كده شرح التنسور فلو وشرح النيورال نتورك، ودلوقتي اقدر اقول بس كده، وكده الحمد لله يكون المحاضره بتاعت الداتا اناليسيس الجوريزمز خلصت. اتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا جدا وسلام.